اللي عم بيصير يوميا بالسوبر ماركت، من غضب للناس، من اقتحامات، من قلق كتير كبير شو بده يصير بكرة، من رفوف فاضية، من أسعار يمكن ما بقى عم نقدر نشوفها قد ما أرقامها صارت طويلة وأحرفها طويلة. بدي استقبل معي نقيب أصحاب السوبر ماركت سيد نبيل فهد تنحكي أكثر عن هالموضوع. صباح الخير نقيب ويعطيك العافية. صباح الخير نقيب، عم نشوفك كتير بوسائل الإعلام، عم نشوفك حتى لايفات على الأرض، لأنه وضع اليوم بالنسبة للسوبر ماركت يعني لا تحسد عليه ولا حدا من الناس يحسد عليه. الناس عم بتفوت تتخانق بقلب السوبر ماركت، إن كان على المواد الغذائية أو حتى توقف تتفرج على رفوف على الأسعار يلي ما بقى تقارب. خبرنا بين بهاليومين لليوم شو صار مع ارتفاع الهائل بسعر الدولار؟ أكيد الوضع كتير كتير سيء من ناحية عموما الاقتصادية، ولكن كمان بوضع السوبر ماركت وضع المؤسسات والشركات وضع مزري، لأنه ارتفاع سعر الصرف تقريبا 50% بظرف 3 أيام، يعني ولا في أي مؤسسة بالعالم أو شركة تقدر تتحمل وزر هال أو تقل من هالانخفاض هذا بسعر الصرف للعملة الوطنية. نحن أكيد صار في تهافت كتير كبير من قبل المواطنين يشتروا على الأسعار اللي كانت موجودة بالأيام الماضية، لكن هيدا يعني مؤشر منه منيح للاقتصاد عموما ولا للقطاع تبعنا، لأنه إذا استمرت هالموجة بالشراء الكتير وتفضية محلات السوبر ماركت من البضايع، السوبر ماركت ذاهب نحو الإقفال والإفلاس، أو بالأحرى بالعكس نحو الإفلاس ثم الإقفال، لأنه نحن إذا ما قدرنا رجعنا بالأموال اللي بنقبضها نرجع نشتري بضائع جديدة، يعني ما يعني على عدة أيام وبهالارتفاع السريع للدولار لفوفنا بتفضى وما موجود فينا نجيب بضاعة جديدة، يعني وضعنا كتير كتير خطير. واللي صار امبارح يعني من ناحية أو مش بس امبارح، يعني على المدى كم يوم الماضيين، التعديات اللي صارت على محلات السوبر ماركت يعني أبدا مرفوضة ولازم يصير في معالجة لها. نعم، يعني شيء بيخوف يعني نقيب، يعني معالجة ضرورية لأنه الناس صارت تخاف تروح حتى على السوبر ماركت. نقيب، صار في فقدان أي سلعة صارت مفقودة اليوم؟ أي نوع من السلع؟ ما في عندنا تحديد، يعني حسب كل سوبر ماركت، حسب المخزون تبعه، حسب شو صار في طلب عنده، فما فينا نحدد اي هي السلع المفقوده. لكن من ناحيه السلع المدعومه اللي هي خلقت المشكله الكبيره، يعني احنا اذا فينا نطلع انه السلع العاديه اللي عم تنباع بالسوبر ماركت حتى الوطنية اللي هي مدعومة ما في أي إشكال عليها، لكن في 3 سلع خلقت إشكالات على مدى الأسبوعين الماضيين، يلي هي السكر والزيت والحليب، يعني وهودي أكيد حاجة المواطن لهم كتير كبيرة وفي استهلاك لهم كتير كبير، فالطلب عليهم كتير مرتفع، يعني الناس ما فيها تقعد عليهم، خاصة مثلا نقول الحليب العادي أو حليب الأطفال يلي هو بينشر من السوبر ماركت، وهيدا الوضع حطنا بمواجهة نحن مع المواطنين، مع أنه نحن ما عندنا القدرة أنه ننظم بيع مواد مدعومة. وصلت يعني أنا سميتها هيدي صارت مساعدات أكثر ما هي عملية تجارية، لأنه الناس عم تطلع على الزيت وعلى الحليب وعلى السكر مش كسلعة عم تشتريها، عم تطلع عليها كسلعة ضرورية لحياتها اليومية. صحيح. ومشان هيك أنا طلبت أنه يصير في انتقال بطريقة توزيع هالمواد الغذائية هيدي من السوبر ماركت بالطريقة اللي عم بصير هلأ إلى وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي معنية بمساعدة الناس على تخطي الأزمات وعلى حصول على خدمات أو سلع بالطريقة يلي ممكن يصير فيها توزيع عادل ومتوازن لكل الناس. نحن صار عنا لوم أنه عم بصير في تخزين أو عم بصير في سموها احتكار، شو حقيقته هالشي نقيب؟ كبير محلات
عم بيجرب انه يعمل توزيع لهالمواد اللي عليها طلب كتير وعرضها قليل كميتها قليله على مدى الايام. بعطيكي مثل، انا امبارح باحدى نقاط البيع استلمت 5000 جالون زيت الساعة 2 يعني من الصبح، من الساعة 8 الصبح للساعة 2 بعد الظهر كانوا 5000 جالون زيت انباعوا. يعني هيدا طلب مش طبيعي، واكيد هيدا مش هو الطلب الناس اللي بدها اياه. يعني الناس عم تاخده وتخزنه، ويمكن في عصابات عم بتجمع هالمواد الغذائية هيدي حتى تهربها. بس ما فينا نلوم الناس كمان نقيب، يعني ما في ثقة، خايفين يجوعوا، خايفين بالايام المقبله تبطل السلع موجوده. تقدر حضرتك كنقيب اصحاب سوبر ماركت تجزم بانه في مواد وسلع ضروريه يوميه ما رح تنفقد؟ نحن لوين واصلين؟ اكيد اكيد المواد الغذائيه ما بتنفقد، لكن المشكله بتصير بالسعر يلي عم تنعرض. هيدا هو المعيار. يعني حتى ب يعني اقصى ايام الحرب اللي مرقنا فيها، الحرب الاهليه، كانت المواد الغذائيه متوفره، واكيد كانت الاسعار هي اللي بتتحكم بوجودها او عدم وجودها على الرفوف. فهيدي هي المعادله، ومشان هيك نحن عم نقول انه في خطر وجودي لمؤسسات السوبر ماركت في ظل الارتفاع الجنوني لسعر الصرف، لانه ما عم نقدر نتماشى مع السعر هيدا. واذا نحن ما قدرنا رجعنا يعني عملنا ريبلانشمنت، رجعنا جبنا بضاعه لحتى نامنها للمواطنين يحصلوا على مواد غذائيه، هالرفوف عم تفضى والمحلات بتتجه نحو الاقفال. وهيدا هو الخطر الكبير، لانه بدل ما نحل الموضوع مرحليا عم نعمل مشكله وجوديه لهالقطاع هيدا. صحيح. نقيف، هل في هناك من تعاون او ما بعرف خطه عمل او تنسيق رسمي بينكم وبين جهه رسميه لمواجهه هالازمه اللي استفحلت كثير بالثلاث ايام الاخيره؟ اكيد نحن على طول على تواصل وتنسيق مع وزاره الاقتصاد اللي هي الوزاره المعنيه الاولى بعملنا، وخاصه مديريه حمايه المستهلك اللي بتراقب الجوده والنوعيه والاسعار والتصرفات الاحتكاريه بالسوق. لكن اكيد قدرتها على التاثير على السياسه إذا بدك الاقتصادية محدود، وهيدا أكيد هيدا يعني الوضع الدولار ووضع التوريد إلى لبنان بالمواد الغذائية ما بتقدر هي تتحكم فيه أو تقدر تأثر عليه بطريقة كتير كبيرة. التأثير محدود، وأكيد هيدا يعني العلاج بده يجي من ضمن الخطة المالية الاقتصادية للدولة اللبنانية عموما، يعني وللحكومة يمكن الجديدة يلي بدها تجي، يلي ما في عنا أي أمل أنه تنحل إلا إذا صار في استقرار بسعر الصرف. هالاستقرار هيدا هو اللي بيخلي المؤسسات تقدر تستمر وتقدر تخطط وتشتري بضاعة بالمستقبل وتجيبها وتأمنها للمواطنين. صحيح. وهيدا الشيء مثل ما قلت، يعني هيدي خطة وطنية بعدها بعيدة المدى. يعني رح نشهد بالأيام الجديدة مشاهد تشبه المشاهد يلي شفناها بالأيام الماضية للأسف. هل في احتياطات عم تاخدوها بالسوبر ماركت أمنيا أو بأي طريقة؟ نحن يعني منعول على جهود القوى الأمنية، لأنه برهنت أنه هي حقيقة عم تحمي المؤسسات بالتعديات يلي صارت بالأيام الماضية على مؤسسات السوبر ماركت. كانت هي موجودة وجاهزة وأمنت الحماية يعني من تصرفات الشاذة يلي صارت من قبل بعض الناس. ونحن من على طول منعول يعني أنه نحن منقول نحن بحماية المؤسسات الأمنية، بحماية الدولة، ويعني وبتمنى كمان حتى على يعني بدي اقولها هون على وسائل الاعلام انه تتعامل مع الموضوع بحكمه ودرايه، لانه عم بصير في ببعض المرات تحريض بشكل يعني حقيقه منه يعني ما بصب لمصلحه المستهلك، ما بصب بمصلحه المواطن، وقتها بصير في تحريض على مؤسسات السوبر ماركت لحتى الناس تجي تتعدى عليها. هيدا بيدفعها
الى الاقفال، بيدفع انه تصرف موظفينا، بيدفع انه ما بقى تامن المواد الغذائيه اذا هي اقفلت. فعم نفوت بحلقه من التقهقر والتدهور يلي منه ما مصلحه حدا. فنحن اذا كلنا بنتصرف بدرايه وبنقول انه هيدي المؤسسات هدفها انه تخدم المواطن، تامن له المواد الغذائيه، لازم نستعدها حتى تستمر ونحميها من التعديات ومن بعض الناس يلي يمكن عندهم اهداف خارجه عن يعني موضوع الحمايه الاجتماعيه الهم الاجتماعي يعني طبعا والاقتصادي الاجتماعي صحيح. وشو بدهم يعني شو بدهم الناس يوميا من المواد الغذائيه لحتى يقدروا يستمروا. وصرنا يعني كلنا عم نشتغل على نطاق يومي، يعني ما بقى عم نخطط على اسبوع او شهر، صرنا عم نشوف كل يوم بيوم وكيف بدنا نامن المواد الغذائيه اي هي موجوده حتى نقدر حتى الناس ما تحس بالضغط، بكفيها ضغوطات ثانيه يعني كمان هذا الهم المعيشي. نحن بدنا نساعد كلنا سوا لحتى نقدر نامن على القليله يعني شيء حد الادنى من الامن الاجتماعي الغذائي. نائب أصحاب السوبر ماركت سيد نبيل فهد، بشكرك على هالمداخلة، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله يعني أملنا بيكبر أكثر بالأيام الجاية.